برنامجنا ولن نتفق مع عليه سنكون في معارضتها، بالتالي لن نعارض لأجل المعارضة والمماحكة، ولن نوالي لأجل أن نقول أننا موالون لهذه الحكومة أو تلك. طب تسمح لنا نأخذ وجهة نظر الدكتور عساف على أساس التجمع والائتلاف اللي تم تشكيله بين كتلة النهضة والتجمع الديمقراطي الآن. كتلة النهضة لها مرشح والتجمع الآن له، كيف يمكن أن يكون هناك توافق على مرشح واحد الآن؟ أو هذه الأسس انطرحت من البداية أنه إحنا يجب أنه هذا الائتلاف يكون له مرشح واحد، ولا كيف ممكن يصير؟ لا يعني إحنا والتجمع كنا يعني النهضة كان أصلا هذه المجموعة كان اسمها في السابق الوعد الحر، ودخل عليها زملاء جدد. يعني وجهة النظر السياسية والبرنامج السياسي حتى للزملاء الجدد الذين انضموا إلى كتلة النهضة يجمعنا بهم برنامج سياسي واحد. وقبل أن نشكل هذه الكتلة جلسنا واتفقنا على الخطوط العريضة لهذا البرنامج السياسي، وكتبنا هذا البرنامج السياسي وناقشنا هذا البرنامج السياسي واتفقنا عليه، ومن ثم أعلننا هذه الكتلة. من الآن هي من 22 زميل نائب في مجلس النواب. بالنسبة للتجمع الديمقراطي كنا ائتلفنا معهم أيضا وتحالفنا معهم أيضا في الدورة غير العادية والدورة الاستثنائية وبالتحديد في انتخابات المجلس الدائم. مثل ما تحدث الدكتور رائد، الآن في دور للكتل النيابية سواء في العمل الجماعي ككتلة، يعني اشترط النظام الداخلي أن يكون عدد أعضاء الكتلة 10%، وأيضا هناك دور مهم ربما لم يتطرق له الدكتور رائد اللي هو المكتب التنفيذي في مجلس النواب. في مجلس النواب صار هناك فصل جديد في النظام الداخلي في المجلس، في النظام الداخلي هذا الفصل اسمه المكتب التنفيذي للمجلس، والمكتب التنفيذي للمجلس يتكون من المكتب الدائم ومن أيضا ممثلين للكتل النيابية، ولهذا المجلس دور رئيسي وأساسي في إدارة مجلس النواب في المستقبل. شو الأسس لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي؟ هل هي الأسس السابقة؟ لا، المكتب التنفيذي جديد. المكتب التنفيذي جديد، هذا ما فصل. ما في أسس جديدة؟ لا، الاختيار إما أن يكون يعني الكتلة ترشح ممثلها، إما أن يكون رئيس الكتلة أو نائب الرئيس أو شخص، يعني مثلا من ترشح الكتلة؟ إحنا رشحنا شخص غير رئيس الكتلة وغير نائب الرئيس، شخص آخر هو الدكتور أمجد آل خطاب في المجلس التنفيذي لمجلس للدورة العادية القادمة في مجلس النواب. فيما يتعلق بالتجمعات إذا كانت على أسس غير فكرية وعلى أسس غير سياسية، هذه الائتلافات تذوب عند انتخاب رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان، بعد ذلك تذهب كل مجموعة إلى من حيث أتت. يعني ما في توافق أنا باعتقادي حتى على الجانب الآخر فكريا ولا سياسيا بين الوسط الإسلامي وجبهة العمل الوطني أو وطن. يعني إحنا بالنهضة والتجمع الديمقراطي غالبيتنا كان لنا نهج معين، إنه إحنا وكان معنا طبعا الدكتور رائد، إنه إحنا لم نعطي هذه الحكومة الثقة، حكومة الدكتور عبدالله إنسور التي جرت ويلات للأسف الشديد على الوطن، ودائما كانت تلجأ إلى جيب المواطن في حل مشكلاتها ومشكلات الوطن، ولغاية الآن لم تعمل ولم تنفع الوطن بعمل إيجابي واحد. غالبيتنا لم تعطي الثقة للحكومة، متفقين على ذلك. غالبيتنا أيضا لم توافق على الموازنة العامة للدولة، غالبيتنا كان لها مواقف سياسية واحدة اتجاه العديد من القضايا المفصلية والرئيسية في الوطن. أنا أتمنى مثل ما قال الدكتور رائد أن يكون هناك تجمع أيضا آخر، وأتمنى أن يكون هناك برامج إصلاحية مثل ما تفضل الدكتور، أن يكون في برامج إصلاحية. هذه البرامج تذهب إلى التربية والتعليم، إصلاح التعليم أولوية من الأولويات في مدارسنا الآن، التعليم العام ينهار وبخاصة
في مدارس الذكور، الإصلاح السياسي اللي كنا نتغنى به لغاية الآن، ما عندنا قانون انتخاب عصري ولا قانون أحزاب عصري، وبعدنا نراوح مكاننا في هذا الاتجاه. أنا أقول إنه المجلس هذا يعني صنع الكثير من الأمور المهمة، القوانين فيما يتعلق بالتشريع كان قانون من أين لك هذا، الكسب غير المشروع هو نفس القانون، المالكين والمستأجرين، أيضا الضمان الاجتماعي، النظام الداخلي للمجلس. في مسألة الرقابة ربما هذا المجلس وجه للحكومة أكثر من 1600 أو 700 سؤال للحكومة، لكن الحكومة دائما تتهرب من أسئلة السادة النواب ويعني لا تبالي بهذه الأسئلة. للأسف الشديد هذه الحكومة أساءت للوطن وأساءت للمواطن، وأنا أقول لك من هذا المكان آن الأوان لأن ترحل. وأنا شخصيا والله لا أعمل، سوف أعمل بكل ما استطعت لحشد مزيد من الإخوة النواب لسحب الثقة من هذه الحكومة. قبل أن نفتح ملف الحكومة دعنا نعود للدكتور رائد. هل حقيقة كما وجه لكم انتقاد الدكتور عساف حول أنه عدم التجانس الفكري والسياسي عند ائتلافكم؟ لا 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 لا، لا مش عدم التجانس الفكري، ولا أقول لك التجانس الفكري يأتي من أبناء الحزب الواحد، أبناء الفكر الواحد. طب إحنا كنا الأردنيين يا الحارة واحدة، لا وفكرنا لا واحد لا حتى لا ظاهر لا ظاهر يا الحارة واحدة اللي أقول لك، لا حتى فكرنا مبين من خلال بيانات الانتخابية، كنا توجهاتنا معروفة يعني وطنية. وطنية اللي أقول لك، هلا في توجه وطني عند الشعب الأردني كله مظبوط، بس كل واحد يرى حلا للمشكلة بطريقته الخاصة. هلأ ائتلاف فكري سياسي عندنا لا، ما أنا ما بقول نحن لم نلتقي على فكر سياسي، أنا اللي بقوله أنه أنا بحكي عن فكر عقائدي يعني وطني، فكر عقائدي. أنا بقول أنا المهم بالائتلاف، سواء ائتلافنا ولا ائتلاف زملائنا الديمومة والاستمرارية، أنا بقول يجب فعلا أن نعمل مشان انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم واللجان. ما هو مهم وأهم من هذا أن يستمر هذه الائتلافات لما بعد الانتخابات. إحنا كنا دائما في المجالس السابقة كانت الائتلافات والتحالفات تنهار بعد انتخابات الرئيس، وبيصير التخزيق في الانتخابات في النائب الأول وفي النائب الثاني وفي المساعد وواوا سيدي تنهار وعندها تنهار لأنه تتجمع على هذه الائتلافات على باب المصالح فقط. كويس، وعندما تنتهي المصلحة تتشد. ليش ما يكون لكم برنامج نحن نعمل سياسي معين كامل؟ نحن بائتلافنا نحن وضعنا نظام داخلي ووضعنا ميثاق شرف وأقرينا أمس، واليوم اجتماع لإحدى الكتل لتقروا ليعرضوا ممثليهم في اللجنة. احنا عملنا لجنة من 6 أشخاص وضعت النظام الداخلي وميثاق الشرف، احدى الكتل اليوم عندها الاجتماع لتقر وتوافق او ترفض او تعدل. اي كتلة هي؟ اليوم كتلة وطن عندهم اجتماع، بكرة احنا كتلة جبهة العمل الوطني لنا لقاء المساء واجتماع، وبعد بكرة الاجتماع للاي، وإن شاء الله يوم الخميس سيكون بعد إقرار ميثاق الشرف من قبل الكتل والنظام الداخلي سيكون لقاء. مين وضع ميثاق الشرف المشترك بينكم؟ احنا شكلنا لجنة، لجنة من كل لجنة من كل كتلة، 2-2-2 من كل كتلة. طب في حال وضعنا ميثاق الشرف وفي حال النظام الداخلي، هلأ في حال خروج أحد إحدى الكتل عدم الالتزام، هلا نحن نصينا على الالتزام ولكن ليس بيدنا عصا، لا إحنا ولا غيرنا ولا حتى الأحزاب، وإحنا بنعرف إنه في أحزاب وناس عم بتشذ، أحزاب قالت لمرشحين إلها لا تترشحوا ما ردوا عليها وترشحوا. هلا نحن لسنا بحاملين لعصا سحرية، إحنا سيكون هناك إجراءات، نأمل أن تكون هناك التزامات من قبل الائتلاف، من قبل الكتل داخل الائتلاف، وسيكون القرار إما بالتوافق وإما بالأغلبية، يعني القرار سيتخذ ديمقراطيا، نأمل الالتزام، وسيطرح في كل كتلة سيطرح علنا إن
أراد أحد أن يغرد خارج السرب فليغرد سلفا ولا يدخل في الائتلاف. طب معروف أنه ثلث الكتل كل كتلة لها مرشح والجميع له مصلحة من إحنا مرشح. عنا لا أقول لك عنا إحنا مرشحين في الائتلاف قبل أن نأتي نعرف ثلاثة لا مرشحين قبل أن نأتي ونجتمع بأول اجتماع كان الشرط إحنا في جبهة العمل الوطني أننا لن ندخل في ائتلاف لديه مرشح أو مرشحين يعني كأنه أنت بجايب لي مشان تحطني تحت أبطك يعني نبدأ من الصفر وبدأنا من الصفر وبدأنا صفحة بيضاء وأعتقد أن الإخوة في التجمع الآخر في الائتلاف الآخر اللي هو النهضة والتجمع الديمقراطي أيضا الأخ عساف كان طارح نفسه في كتلته والأخ عدنان العجارمي طرح نفسه في التجمع ولكنهم الآن هم بين بعضهم بدهم يقعد الائتلافهم ويفرز مرشح وإحنا نفس الإشي من طرح نفسه الزميل عاطف الطراوني والدكتور مصطفى العماوي طارحين نفسهم ولكن قالوا من بداية الاجتماع نحن صفحة بيضاء نحن لسنا مرشحين نحن التجمع انفرستمونا التجمع العمل الوطني الدغمي مش مرشح لا مش, مع مش معكم لا عبد الكريم الدغمي معالي أبو فيصل مش معنا مش معنا أبو معالي أبو فيصل ومعالي أبو هاي مستقل. المستقلين نعم. فإن طرحهم الائتلاف في الاجتماع العام راح نقول مين بده يترشح راح يكون في رئيس للائتلاف ومكتب تنفيذي للائتلاف يوم الخميس إذا الله يسر من يرشح نفسه قد نختار شخص غير الأخ عاطف وغير الأخ مصطفى وإذا ما حدا بده يترشح بده يترشح منهم أنا اللي بقوله أنا والله وإني أتكلم صادقا أنا لست معنيا بمن سيقود مجلس النواب أنا معني أن يبقى العمل المؤسسي ما بعد معركة مجلس النواب كي نعمل برامجيا نحن وزملائنا بالائتلافات الأخرى كي بس قيادة, قيادة, قيادة وهيبة مجلس النواب أيضا مهمة جدا لأنه هي اللي بتعطي الصورة الأهم أنا لم, أنا لم أنتقص من قيادتها أنا لم أنتقص من قيادة لا رئيس المجلس اللي بده ينتخب ولا المكتب الدائم ولكن أنا بقول العمل المؤسسي إن كان عملا صحيحا أنت تجبر مجلس رئيس مجلس النواب المنتخب والمكتب الدائم أن يعمل وفق توجهات الوطنية هلا باعتبار انه احنا بنشعر نحن والاخوان في الائتلاف الاخر واذا تشكل ائتلاف ثالث نحن نشعر اننا ممثلي هذا الشعب نحن نشعر انه احنا لازم ان نلبي مصالح هذا الشعب طب عملية الاجبار يعني حتى المواطن الاردني مغسل ايده لا من الحكومة ولا من مجلس النواب حقيقة هذا حر كثير من القضايا الوطنية والمهمة لهذا ما شفنا مجلس النواب تعرض لها نرى أنه حقيقة مجلس النواب الآن في حراك واسع ومعركة انتخابية لأنه في مصالح غير هيك لمصلحة المواطن لن والله يجد هيك أن مثل شو إيش 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 في قضايا وطنية ما تحرك يا سيدي يعني أهم شيء قضايا رفع الأسعار طيب. المواطن المواطن يعاني منها جدا بشكل كيف ما تحرك مجلس النواب يا أخوي نعم. هاي هاي دكتور لا. إحنا إحنا نحكي صباحا مساء تفضل وبأعلى أصواتنا ضد القرارات للأسف الجريئة من الحكومة باتجاه الشعب هذه قرارات لم تتجرأ حكومة بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية على ظلم الشعب الأردني مثل ما تجرأت هذه الحكومة مثل ما تجرأت على الفقراء مثل ما تجرأت على المحتاجين مثل ما تجرأت على رفع الأسعار مثل ما تجرأت على فرض الضرائب لم تتجرأ أي حكومة من الحكومات السابقة. في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية السابقة مثل ما تجرأت والضحية المواطن والضحية المواطن يعني أحكي لك مثلا في مسألة رفع أسعار الملابس جاء رفع الأسعار في الدورة الاستثنائية دستوريا لا يحق لنا توجيه أي سؤال للحكومة ولا أن نناقش تحت القبة إلا الموضوعات التي والبنود التي وردت في معروف في الدورات الاستثنائية إلا الموجودة في جدول حتى التعيينات أتت في أواخر الدورة الاستثنائية حتى التعيينات التي فيها رائحة فساد أتت في أواخر الدورة. أواخر الدورة الاستثنائية الدورة اللي ما بنقدر نحكي يعني هذه الحكومة تمارس مكرا وتمارس ظلما وتجيد المكر وتجيد الظلم وتجيد 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 وأجادت هذه الحكومة في تشويه صورة مجلس النواب كيف لمجلس النواب وهو يناقش ويدافع عن المواطن وعن الوطن في جد